أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اقتراح رفع العلم الفلسطيني في مقر المنظمة الدولية، وجاء القرار بموافقة 119 عضو بالجمعية مقابل اعتراض 8 فقط. يأتي ذلك في حين امتنعت 45 دولة عن التصويت، وفي مقدمتها أمريكا والكيان الصهيوني. وتعد هذه الموافقة انتصارا دبلوماسيا لمساعي الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة التي يطالبون بها ضمن حدود 1967. ومن جانبه رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الذي تبنته الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا الاقتراح، وقال إن ما جرى هو خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الشهر سنرفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وإن شاء الله قريبا نرفع العلم في القدس.